السلام عليكم اصدقائي على قناة عام فيديو قصير. رجعناكم بالجزء الخامس من تختيم لعبة God of War الجزء الاول. طبعا اصير كل جزء 10 دقائق طولة اصدقائي، من اجل انه اكو ناس يعني مثلا ما يحبوا الفيديوهات الطويلة، فالتختيم راح يصير كل جزء 10 دقائق، ويوميا يجيكم فيديو عن لعبة التختيم ان شاء الله عن هاي God of War. ترى توسي يلا يلا السحر 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 جينا السحر صلى وايد باري باري لا بالعافية بالعافية هنوم كريتوسي أتنا برا الصفحة الثانية. هسه ناخذ لا لا ما احتاج شيء هسه انا. يلا يلا فيت اسمع يلا انت هم جوعان شنو السالفة كم واحد يسوي ريوق خذ بالعافية كريتوس كريتوس نجي من هنا يلا عافية عافية كريتوس يلا كريتوس يلا يلا ما حد وقت نمشي من هنا لا لا نصعد ها اكو عندنا واحد لا ما احتاج هسه اصل ذاك اطلب من عنده افتح لي الجسر هسه يقول لي لا ما اقبل كاوت كاوت جبان يقول له هسه بعدين الكريتوس قلت له كريتوس ذكرها قلت له بعدين وهذا يجوز عليه وحوش وهذا كريتوس ما عنده تفاهم بس هذا ما يقبل افتح لي يفتح لي جسر فلازم ارجع يمكن اي ارجع و ومدام اشل منه ارجع هسه بالعكس وراح اخذ طريق ثاني طريق مفتوح اي اي يلا يلا شوف اقدر اقل او السيف اصدقائي اي فدت التوم مثلث لا مربع مربع هاي الضربة راح تشوف اوف اوف يلا
واحد قتلوه. انا زين كل شيء مضمون في العراق كل شيء. انه لا ماي هاي هسه وقع منها الروح. انا خلاني ناخذها ام السهم. يلا ايه ما فكرت. بس وين نروح؟ هنا نروح يلا. ايه كريت سوينا نروح. خليها هنا هاي اتذكر خليها هنا. بس خلينا نفتح هاي الباب. يلا كريت ايش بيك؟ ما بك حيل؟ لازم نقتلهم بدون ما يطفون يعني. لا يطفون الناس. يلا 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 كريتوس يلا. اوه بدون اي طخه. لا بدون اي طخه. ايه زين خليه هنا. اسم سويج هسه لازم نفلش هاي الباب بيها. اوف اول شي يلا افتح كريتوس. افتح الباب افتح الباب. اي اكو دم. زين دي دم هسه لان احتمال نموت. اصعد فوق ونشوف شنو اكو. ها مكان لاخر. يلا لا ايه شوف فوق بالدرج شنو اكو. هاش نسوي اصدقائي؟ نوخر هاي نوخرها. اتذكر السر هذا نوخر هاي. نرجع عند هاي مرة نطلق نرجع هاي. هلا مو ايش نرجع هاي. هسه دوس هذا السر مرض. هذا الجزء مرض انصام منه. هسه ندوس على هذا نفلش الباب هذا. اي عافية. ما اعرف اقدر امشيها منه ولا ما اقدر. اتوقع ما له دور بس خلينا نشوف.